غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الكويت مساء الأحد عقب زيارة رسمية قصيرة جاءت بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت واستجابة لدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حيث التقى ولي العهد السعودي خلال هذه الزيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان وأكد الأمير محمد بن سلمان على تعزيز العلاقات مع الكويت مشيرا إلى روابط تاريخية تجمع البلدين وكان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان في المطار وبحث الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت وعدد من المسؤولين العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك يذكر أن الكويت أول دولة خليجية يزورها الأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد في السعودية قبل أكثر من عام وكان البلدان قد أسس مجلسا تنسيقيا مشتركا في يوليو الماضي لرفع درجة التعاون والعمل المشترك بينهما.